لا ما شاء الله. لا ما شاء الله. انا محمد كنت التلفزيون اللي عندي مطلع. اه تمام عايز نسلم. انا محمد ولا انت بتضحك عليه؟ هقول لك انا يا محمد الغلب كلك يا طارق دور يا عم. ولا السلكه دي كام في كام؟ كام في كام؟ السلكه دي تسع عيون كل عايز يديك 60 صح. تنفع فراخ وتنفع عصافير وتنفع كل حاجه. كم في كم؟ دي 62 صافي. مش هتخلص 200 جنيه، انا جايبها ب 300 200 جنيه لاهي. انا جايبها ب 300 بقالي اسبوعين. دي انا جايبها ب 300 جنيه بقالي اسبوعين، هشتري فاهمين. لان انا مش محتاجها. يعني كنت جايبها لحاجة معينة وما حد ما خدهاش.